ثالثا، الرجوع للقواعد والأصول التي وضعها السلف في فهم النصوص يقتضي على سبيل المثال أن نقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أنت الآن لما تيجي مثلا إلى آية مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذين يظاهرون من نسائهم، ذكر كفارة الظهار، هل هذه خاصة بخولة بن ثعلبة وأوس بن الصامت فقط، وأي واحد يظاهر بعد كذا إلى قيام الساعة ما له علاقة بالموضوع، ولا هذه وإن نزلت في هذين الصحابيين الزوج والزوجة لكن عامة لجميع الأمة؟ عامة لجميع الأمة. وكذلك آية اللعان، الآن آية اللعان ويشهد 4 شهادات بالله ويتشهد 5، طيب هذه اللعان ما جاءت في حادثة معينة وقت الصحابة، هل هي خاصة بالناس الذين حصلت فيهم ولا عامة للجميع؟ هؤلاء يقولون المدرسة هذه على العصرنة والتجديد ولا هذا الإسلام الجديد، يقولوا أبد، الآية خاصة باللي نزلت فيه. للمعلومية يقول أحدهم عن قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، يقول لا مناص من الإقرار بصحة الشهادات القرآنية المقدمة من قبل أنصار عقيدة الولاء والبراء، لأن نصوص واضحة فصيحة لا تحتمل تأويلا لكنها تحتمل تفسيرا ربما كان هو الأصدق مما يقدمه أنصار الكراهية. فإذا أنت تكره الكفار أنت من أنصار الكراهية، أنت من جماعة الحقد. ليش تكره غير المسلمين؟ طيب يا أخي قد بدأ، يعني إبراهيم عليه السلام إيش قال لقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني أنا أشوف هندوس يعبد بقرة وأحبه؟ يعني أشوف واحد يقول الله ثالث ثلاثة أحبه؟ يعني أنا أشوف يهودي يقول يد الله مغلولة والأحبار أعلم من الله والله يرجع للأحبار؟ هم اليهود يقولون هكذا؟ يعني أنا يعني هؤلاء يعني معقول يعني هؤلاء أنا أحبهم يعني وأقولهم إخوة في الإيمان؟ وأي مؤمن أي واحد يؤمن بأي دين فهو مؤمن وكلنا أخوة في الإيمان، كيف الكلام هذا؟ لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. أنا إذا ما كره يعني أين الحب؟ الإيمان هو حب وبغض، إذا ما عندك بغض أبدا ما في إيمان، هذا معناه. وهذا يجي يقول لا، يقول طب الآية يا أنت، طيب هالآية هذه الآن شلون يعني إيش معناها؟ يقول خاصة بحاطب، مو بالآية نزلت في حاطب قصة، يقول لأنه كان يجب حماية أسرار الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة فنزلت الآية بهذا السبب، بس بعدين خلاص لما قويت الدولة الإسلامية النص راح معناه خلاص بخر، وكأنه لا يوجد عنده تطبيق للنص إلا هذا. ولذلك الجماعة هؤلاء ينادون بأصول فقه جديدة، يقول لك أصول الفقه الموجودة الآن لازم تغيرها، أصول التفسير لازم تغيرها، أصول الحديث لازم تغير، مصطلح الحديث لازم نغيره. طيب بما أن الشافعي كتب كتاب الرسالة اللي هو أول كتاب معروف في أصول الفقه فقد سبوا الشافعي، وقال أحدهم لقد أسهم الشافعي في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار معينة. يقول لازم نطلع أصول فقه جديدة، لأن عندهم واحد يقول عن الشافعي المشرع الأكبر للعقل العربي، يعني هذا يقول هذا يعني هذا أنه أجرم وأنه قد جنى على الأمة بكتابه، لأنه خلاص يعني حط لنا قواعد لازم يعني هذه، فلا الآن نجيب قواعد جديدة.